خلينا نبتدي كعادتنا بالأخبار اللي معانا، وبدايتها مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استقبل بالأمس الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا لمستهل زيارته لمصر اللي بتمتد لثلاث أيام، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة ومؤتمر صحفي مشترك. أكد فيه سيادة الرئيس على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع موريتانيا. أيضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة، وكمان شهد توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية. تفاصيل وتفاصيل أكتر هنتابعها في التقرير اللي جاي. الأحداث اللي تصدرت الاهتمامات امبارح أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا في مستهل زيارته لمصر اللي بتمتد لثلاث أيام، ثم اصطحب الرئيس السيسي نظيره الموريتاني إلى قصر الاتحادية، وتم عقد مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الموريتاني مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه سيادة الرئيس أنه اتفق مع الرئيس الموريتاني على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية خلال العام الجاري، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وإيجاد إطار تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية وتدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة نيابة عن شركة المخازن الاستراتيجية وتحالف أوراسكوم وايدز تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وتم بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في ملف الصناعة، وأكد رئيس الوزراء أن مصر سوق كبير للغاية وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة إفريقيا. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي أهم مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروع تطوير ميناء السخنة وتطوير منطقة شرق بورسعيد، بالإضافة لرفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد وعدد من المشروعات التنموية الأخرى. وبالنسبة لأخبار المحافظات، تم تشغيل الموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء. أما في بورسعيد في المنيا كمان تم الإعلان عن توريد 394 ألف طن من محصول القمح. ومبارح كمان في المحافظات حياة كريمة نظمت قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة في مطروح. أما في القليوبية تم إطلاق فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بورسعيد تم تشغيل الموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، واللي بيحتوي على كافة البيانات والآليات اللازمة للتقدم للمبادرة من خلال مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
في بني سويف شهد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة احتفالية يوم البيئة العالمي تحت عنوان دحر التلوث البلاستيكي، وتم استعراض المبادرات الخاصة بالتوعية للحفاظ على البيئة وأهمية مشروعات إعادة التدوير. في المينيا تم الإعلان عن توريد 394 ألف طن من محصول القمح حتى الآن من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 107.9%. في الإسكندرية أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي بلغت 25%، وفي شاطئ ميامي العام 75%، بينما حقق جليم العام 50%، أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي كانت نسبة الإشغال حوالي 25%. في مطروح تم تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب شهادة الثانوية العامة من خلال مؤسسة حياة كريمة، وده في إطار التيسير على الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم. في أسوان تم تنظيم قوافل طبية وعلاجية استهدفت الأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وتم إجراء الكشف الطبي والعلاجي ل 2723 مواطن ومواطنة. في الأليوبية تم إطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز شباب منية شبين بمركز شبين القناطر. المشروع بيستهدف إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل عن طريق الارتقاء بالخصائص السكانية وبجودة حياة المواطن.